السلام عليكم، دلوقتي هنشوف أداة بتقدر تضيفها للصفحة بتاعك اسمها مرلب. تمام، الأداة هي دي بتعمل لك بتوصلك بالذكاء الاصطناعي وتخليك مخصص بالموقع أو الصفحة اللي أنت فاتحها. يعني لما بسطب الأداة ديت، تمام، باجي أعلم على الكلام اللي أنا عايزه أو أقول له جيف كونتست تو مرلب وأقعد أسأله، الإجابة بتبقى من خلال الصفحة اللي أنا فاتحها دلوقتي. يعني أنا قبل كده كنت فاتح صفحة خاصة بيا، فسألت سؤال فقال لي طب مبروك ان حصل كذا كذا، ارى الكلام المكتوب. فمثلا هقول له ما انواع الذكاء الصناعي؟ يبدأ بقى هو يبعت لي الذكاء الصناعي ويبدأ ان هو يرد عليك. والميزة ان انت تقدر تسأل شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4 ايضا. تقدر تسحب الكلام دوت وتستفاد بيه. طيب في ميزة برضو هقولك عليها دلوقتي، بدأت توصل على أساس الإجابة هتبقى مختلفة لأنها من شات جي بي تي 4. تمام، طيب في برضو ميزة حلوة، أنا لما خطبت الأداة جات لي هنا في مرايز إن أنت تقدر تعمل ملخص للفيديو. يعني الفيديو ده مش هقعد أتفرج عليه، لا أنا هاجي هنا هلاقي الملخص للفيديو تقدر إن أنت تقراه على طول. تمام، فده هيوفر لك وقت وتقدر تدخل بقى على السيتنج بحيث ان انت تعدل على السيتنج. ممكن تقول لا انا مش عايز السمرايز، مش عايز المارلين سيرش بوكس في جوجل لما تفتح جوجل وهكذا. فدي من ضمن الادوات اللي هتسهل عليك الوقت والشغل، زائد ان انت ممكن تقول له رايك في الحاجه بحيث ان هو يطور الشغل بتاعه. تقدر تنسخ الكلام اللي موجود وتقدر تقول له لا انا عايزك تعمل لي ملخص تاني.